بلغنا دورا مهما وشوطا مهما من هذه المسابقة، الدور النصف النهائي. سيتنافس معنا سهرة اليوم أربعة براعم حفاظ متقنين للقرآن الكريم. أكان لنبي أن يغل ومن يغل اليات بما غل يوم القيامة. تمنعون سيدي الأئمة الذين يقرؤون بغير رواية ورش، إلزام. تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. سأشجعك اليوم لأن تلاوتك كانت فعلا رائعة، أداؤك فعلا كان متميز، إتقانك حفظك للقرآن الكريم، مع أن الموضع الأول الذي سئلت فيه كان موضع يعني صعب نوعا ما، ولكن مع ذلك أبدعت فيه. الموضع الثاني بلا خطأ. لما قرأت فلا تكونن ظهيرا للكافرين، قولا واحدا عند الإمام أنه يقلل هنا، يقلل مزامير دار.